قلي بس تايق الله وعيني تقلب بعد 3 أيام بديمهم. والله إلي 9 سنين هون تهجرنا من بيوتنا يا ابني، نبكي عجزة يا ابني، مختليج ومرضوني، والله ما معي لأجيب دواء، وعمياني عمية يا ابني ضريرة ما بشوف، والله ما بشوف، لكن ما بدي أبكي. كيف كنت وكيف صرت؟ مرحبا بنت ابني، قلي بس تايق الله وعيني تقلي بعد 3 أيام بديمهم. قلت له ليش يا قلبي انتي، ليش يا عمري انتي؟ قال لي ما معه ابوي مصاري لا ياخذني عادلي. قلت له ايش بدي اسوي لك يا عمري، ايش بدي اسوي لك، ايش بدي اسوي يا ابني؟ شكوي لا الله، شكوي غير لا الله مزلي. رحت لدركوش اخذني على الدكتور ابني، وما معي اللي اجيبه للدواء. والله غالي لابني، كل جايبي 300 400 ليره بحط. مبكي عجزه يا ابني، مختلي ومرضوني، والله ما معي لاجيب دواء.